ربنا يحفظك يا رب واشكرك، ربنا يبارك فيك. والله انا اكلمك عن المسرحيه، مسرحيه مهمه، مسرحيه استعراضيه غنائيه موسيقيه كتبها الاستاذ العظيم الاستاذ احمد الليبياري، وهي فكره جريئه ومش جديده عليه، هو صاحب التجارب المهمه الجديده، فعامل حاله عظيمه جدا فنيه مهمه. أنا مبسوط إن أنا بشتغل في هذا العرض ومع نجوم كبار زي الأستاذ إدوارد والأستاذة سمية الخشاب والأستاذ أحمد فتحي، النجوم دمهم خفيف جدا مهمين جدا، أنا مبسوط إن أنا بشتغل معاهم، سعيد بالتجربة. أنا بقى مبسوط إن أنا بشتغل مع مخرج طارق الليبياري، مخرج واعد مهم عنده تفاصيل مهمة جدا في توجيهه لينا على المسرح في البروفات، أنا مبسوط جدا بهذا العمل. طبعا لان احنا اولاده، احنا اولاد المسرح، احنا اتربينا في المسرح ودرسنا المسرح وتعلمنا من المسرح وخدنا خبرتنا من المسرح، فبالتالي ما فيش ممثل ما بيجيلوش فرصه مسرح كويسه الا بيجري عليها فورا. شخصيه لطيفه جدا وشخصيه مهمه وشخصيه دور ممثل في العرض، فده حلو جدا. شخصيه علاء، همثل علاء، يعني الدور مش موجود على ارض الواقع. لا لا لا, 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 لا. عملت على اساسها قالوا لي اعمل كده عشان المتابعين يزيدوا عندك، ولا حد زاد ولا حد اتنيل عندي، وهي هم نفس العدد. موضه، احنا عايشين في موضه تافهه جدا، عايشين في فكره تافهه احنا عايشينها اسمها الترند، كلنا اتعصنا منها، فانا من الناس اللي اتعصت منها طبعا ومبسوط.